دكاترة التانيين. طيب السبب، او احنا ليه اصلا بنستخدم الجرافيكس؟ اول حاجه يعني هو كاتب حتى brings facts to life، يعني الحقائق اللي هي بتبقى صماء كده والواحد ما بيحسش بيها، لما بتتحط في جراف او بتتحط في جرافيك عموما، مش شرط جراف، صوره، شكل، تيبل، اي حاجه من الحاجات اللي هي بتخلي العين تلقطها على طول، بتعيدها للحياه يعني. وبعدين بتقلل، او يعني simplify ideas، بتبسطها، يعني بتبسط أي فكرة نقدر نلقطها على طول، وبتشد الأودينس أو بتشد الناس اللي بتستمع للكلام، بتدعم الideas قوي. يعني لما أجي أقول، أجي أقنعك بحاجة، إن هي مثلا أقنعك إن مثلا درجاتكو، هقول لكم يا جماعة أنتوا درجاتكو كانت كويسة جدا في الميد تيرم، واكتب لكم بقى فلان جاب كذا وفلان جاب كذا وفلان جاب كذا، لو جبت لكم الكلام دوت انتوا مش عينيكم مش هت يعني مش ه... مش ه... طب فين الدرجات الكويسه؟ طب ما يمكن في ناس ما جابتش، انا عينيا ما جابتش الدرجات الوحشه، لكن لما احطها لكم في جراف هتبقوا شايفين في مثلا 90% جايبين فوق، 90% من الطلبه جايبين فوق مثلا، جايبين امتياز، وفي مثلا 5% جايبين جيد، في مثلا 5% كمان جايبين مقبول. فيبقى انتوا كده شفتوا بعينيكوا وانا دعمت لكم الفكره بتاعت ان انتوا جايبين درجات كويسه في الميد تيرم. وطبعا بتبقى يعني انترست، يعني الواحد بيبقى مهتم ان هو يكمل ويشوف ويقرا الحاجه ديت. وحاجه مهمه جدا عشان كده يعني كاتبينها بالاحمر، ان هي يونيفرسال، يعني اي حد هيشوف الحاجه ديت هيفهمها، مش محتاج ان انا يعني مش بلغة، يعني حتى لو مكتوبة أرقام بس وأشكال بس أي حد ممكن يفهمها. وكمباكت يعني مضغوطة أو مكتوبة بشكل قليل، يعني الحاجة اللي ممكن أكتبها في 3 4 صفحات ممكن أرسمها في جراف واحد بس في صفحة واحدة. طيب الترمز بتاعتي بقى اللي موجودة في الجرافيكس إيه؟ إن هي الجرافيكس نفسها في illustrations، دي visual aid، illustrations يعني رسومات، visual aid يعني حاجة بتساعدنا visual زي ما قلنا بالنظر، في tables فيها numbers، فيها كلمات في الكولوم وفي الروز، يعني في الكولوم وفي الروز في بعض الكلمات، الفيجرز زي charts والdrawings والmaps والphotos، charts نفسها فيها graphs زي bar chart والpie chart والline chart واللي هنتكلم عنهم كتير النهاردة، والتكنيكال دروينج اللي هو الرسم الهندسي بقى زي بتاعنا بالنسبه لنا احنا الرسم الهندسي يعني. طيب الجايد لاينز بتاعه الجرافيكس، يعني ايه الحاجات اللي لازم اتمسك بيها وانا بستخدم الجرافيكس؟ ان انا لازم اعمل له ريفير في التكست، يعني وانا شغاله بكتب مثلا بشرح حاجات، معناها مش هينفع كل حاجه هتبقى جرافيكس بس، او يعني كلها تبقى جرافيكس بس، انا بشرح الحاجه لازم اكتب ان مثلا انا شرحت الحاجه ديت مشروحه في 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 جراف مثلا نمبر 1 مثلا، فبكتب التايتل وبكتب البيج نمبر وبكتب الريفرنس، والعكس ان الجراف في الجرافس نفسها لما باجي اكتبها لازم ابقى قايله دي تبع ايه، يعني دي رايحه ناحيه ايه ومكانه، انا بحط فين الجراف، لو هو في البيج يعني بحطه في نفس البيج، ولا بحطه في الفولوينج بيج البيج الجايه للكلام، ولا بحطه في الاوبوزيت بيج، ولا بحطه في الابندسيس اصلا. وبعدين البوزيشن بتاعه بقى فيرتيكلي، في حاجه اسمها فولد اوت وفي حاجه اسمها كلوك وايز، يعني بيمشوا ازاي، هل هم بيكملوا بعض ولا بيمشوا ورا بعض. وافويد كلاتر، كلاتر يعني كركبه، يعني ما احطش جرافات كتير جدا في صفحه واحده وما بقاش عارفة دول تبع ايه، او حط يمين وشمال او اقسم كولومز. ولازم اكتب في كل جراف اكتب بالتايتل بتاعه، واكتب نوت لو انا محتاجة اكتب نوت، لازم اكتب الكي بتاعه يعني كل حاجة بتشير لايه، واكتب السورس بتاعي، الديتا سورس بتاعتي اللي هو ايه الحاجة اللي انا جبت منها الديتا بتاعتي. طيب في السبريد شيتس بقى في عندنا جرافز كتير جدا،
هما سهلين جدا انهم يستخدموا وبعمل الكالكوليشنز والجرافس في نفس المكان، يعني في الاكسل شيت بعمل الكالكوليشنز كلها، وفي نفس الوقت هو بيطلع لي الجراف على طول. عندي اوبشنز كتير قوي، اهم حاجة بس ان احنا نفكر الاول احنا محتاجين ايه وبعد كده نستخدمه. دي التشارتس كلها اللي موجودة في الاكسل شيت، كولوم بار لاين اكس واي سكاتر او بابل باي او دونت رادار ستوك اريا سيرفيس. حاجات جديده نزلت في 2016، ماب تري ماب سان بيرست ووتر فول فانل هيستوجرام بوكس اند ويسكر اند كومبو. هنتكلم عن كل واحده من دول سريعا كده نشوفهم شكلهم ايه، وفي حاجات احنا ممكن نكون هنستخدمها كتير، وفي حاجات مثلا زي الستوك دي، حاجات ستوك دي بتاعت البورصه عموما يعني، فممكن تكون في استخداماتنا احنا كمهندسين مش هتبقى كتيرة قوي، بس احنا ممكن نستخدمها مش في البورصة، نقدر نستخدمها في حاجات تفيدنا، فاحنا بنفهم شكل الحاجات كلها وبعد كده نشوف احنا محتاجين نطبقها في ايه. وبعد كده بعد ما نخلص شرح الحاجات دي كلها هنقول examples على بعض الشارتس الموجودة. اختار الجراف ازاي؟ انا بشوف انا محتاجه اتكلم عن ايه. هل انا محتاجه عن اتكلم عن حاجه كبيره والاقسام بتاعتها، يعني هول والبارتس بتاعتها، ولا محتاجه اعمل سيمبل كومباريزن يعني بقارن حاجه معينه، ولا حاجات بسيطه يعني حاجه بحاجه، او بعمل مالتيبل كومباريزن بقارن كذا حاجه ببعض، ولا في فاريبلز عايز اشوف العلاقات ما بينهم ايه، ولا حاجه ريليشن ما بين الديستانس والتايم، ولا بشوف فريكوينسي، ولا بشوف هيريكري يعني حاجات متشعبه من بعض، يعني زي مثلا لو حد عايز يرسم مجلس الاداره مثلا، فبيقول ان مجلس الاداره في رئيس مجلس الاداره، وبعد كده في مديرين ادارات، وبعد تحت المديرين الادارات في مديرين مشاريع، وبعد كده تحت المديرين المشاريع في مهندسين مثلا، فده اسمه هيريكري. او بعمل حاجه فيها جيوغرافيكال لوكيشنز، اماكن بقى وخرائط وكده. طيب بالنسبة للكمبيوترز بيديني طبعا بدائل كتير، ان انا بعمل الكلام ده على الكمبيوتر بيديني بدائل كتير، وبيديني سرعة غير طبعا لما الواحد يرسم الكلام ده بإيده، بس بيديني بتبقى صعب شوية ان انا اختار الجراف بما انهم كتير، فببقى محتاجة ان انا بس اركز شوية في الاول او افكر شوية في الاول. عندي بدائل كتير و الجراف بيتعمل بسرعة. يعني الاناتومي اوف جراف يعني الجراف بيتقسم لإيه، يعني ايه تقسيم او تشريح الجراف نفسه بيبقى ايه. فبيبقى فيه تايبس بتاعته وفي سب تايبس، يعني في تايب بختار تايب بتاع الجراف الاول، وبعد كده ساعات يبقى جواه سب تايبس يعني شوية انواع تانية جوه النوع الاساسي تقدر تديني شرح للداتا بشكل مختلف. وفي انا بشوف حاجه اسمها كاتيجوريز فيرسس سيريز، يعني انا بشوف هل انا محتاجه ان انا اختار الجراف ضمن شريحه معينه، ولا حبه ارقام معينه. كاتيجوريز يعني انا مثلا عندي طلبت مثلا سنه اولى وسنه ثالثه وسنه رابعه، وانا عايزه اقارن ما بينهم بحاجه، ولا انا عايزه اقارن سنه اولى بس بحبه الدرجات بتاعتهم. وبعد كده بختار بقى بيبقى جواها بقى التايتل، الاكسس بتاعتنا، الجريد لاينز بشوف انا محتاجه احط جريد لاينز ولا لا، الليجند ان انا بقول كل شكل جراف ده بيقول ايه، الداتا ليبلز كل الليبلز اللي موجوده، والداتا تيبل التيبل نفسه الداتا بتاعتي اللي بحطها جوه الجراف. فده مثلا شكل التايبس، يعني هنا بختار التايب الاول، الشارت تايب موجود على ال موجود على الش... لما بختار التايب يعني بيبقى زي مكتوب كده زي ما انتم شايفين كولوم بار لاين، بختار الكلام من على الشمال، وعلى اليمين بقى بيبقى فيه السب تايبس بقى كلها الاشكال المختلفه. هنا بيبقى بعد كده التايتلز والاكسيز والجريد لاين زي ما قلنا قبل كده، الداتا تيبل، كل الحاجات ديت دي الاناتومي اللي المفروض ان انا اختارها من السبريد شيت. الاكزامبلز بقى بتاعه الشارت تايبس هنتكلم على كل واحد
ده حاجة اسمها clustered columns، اللي هي الحاجات العادية خالص بتاعتنا، الجراف العادي خالص اللي احنا بنرسمه. ببقى في عندي حاجتين محتاجة أقارن ما بينهم وأشوف مثلا، أو حاجة يعني مش هتفرق، ممكن حاجتين وممكن حاجة. يعني اللي على الشمال دوت بيقارن حاجتين ببعض، وعلى اليمين هو حاجة واحدة بس بيشوفها بتغير معين. في حاجة اسمها line with markers، دي بتبقى نقط يعني متفرقة. يعني مثلا عند نقطة A هو مش عارفة عنده رقم كذا، عند B عنده رقم كذا، بس بيوصلها بخطوط مستقيمة، بس فقط بيوصلها، لكن مش بتبين حاجة خالص عندي. يعني مش لازم تبقى سموث، في حاجات تانية بتبقى سموث، هي بس عشان توصل النقط ببعض فعينيا تشوفها في التحرك بتاعها عامل ازاي. دي الباي شارت طبعا احنا عارفينها، اللي هي بتبقى غالبا percentages، volume، مساحات. يعني عايزة ابين في العين، انا هنا شفت من الشكل كده ان النسبة اللي هي الاصفر الصفرة دي هي اللي واخدة اكبر حاجة، ايا كان بقى هي الداتا بتاعتي ايه. الدونت نفس الشكل، بتبقى نفس شكل الدونت كده اللي بناكلها دي، بس بتبقى ممكن اعملها كذا واحدة جوه بعض. يعني انا عندي كده كذا واحدة جوه بعض اقدر اقسمها بالشكل ده. هي برضو نفس الكلام، ان هي تقريبا زي الباي شارت بس بشكل مختلف تاني. الستاك بار ديت لو انا محتاجة ان انا اقسم، اشوف حاجة بتتقسم بتتغير مع الزمن مثلا، فانا هقول مثلا انه الجزء الأزرق دوت كان في أول 5 سنين، بعد الـ5 سنين التانيين بقى الداتا اختلفت في الفترة اللي بعديها، فبيبقى بتتبني على بعض، حاجات مبنية على بعض زيها زي الستاكت اريا. أنا بشوف أنا عندي اريا كاملة، بشوف البوينتس كلها كام، وتحت الاريا دي كلها بتبقى ده جراف. طبعا كل حاجة من ديت ممكن، يعني احنا يعني انت دلوقتي وانا واحنا بنتكلم ممكن تبقاش عارف دي انا ممكن استخدمها في ايه وليه، بس مع الديتا على حسب الديتا اللي عندك انت بتبقى شوف انت عايز تبين للناس ايه، تبدأ تدور على الجراف اللي انت عايزه. هنا بقى دي سموث لاينز، نقط مختلفه بس بيوصلها زي الجرافس اللي بنرسمها بقى زمان بايدينا، ان انا بوصل اللاينز كلها ببعض بسموث لاينز، مش بلاينز مارك، يعني لاينز متوصلة ببعض خطوط مستقيمة، لا ده على حسب، فيها كيرفات ممكن تعمل كيرفات. في السكاتر تشارت دوت اللي هي نقط متفرقة ملهاش أي حاجة، يعني مش بوصلها بحاجة، فأنا عندي مثلا تو كولومز كده، كل نقطة قصادها النقطة بتاعتها وما بوصلهمش. ممكن بقى اعمل لاين افريج في النص، اللي هو ده اللاين اللي في النص ما بينهم، وده غالبا اللي احنا كنا بنرسمه بالجراف برضو بايدينا. بيبقى عندي شويه ارقام بحطهم، لكن عشان ارسم الجراف او ارسم شكل العلاقه ما بين التو فاريبلز اللي عندي، بحط لاين في النص كده افريج، هو يبين لي تقريبا ان كل الداتا بتاعتي او النقط بتاعتي بتبقى حوالين اللاين ده. في البابل حاجة اسمها البابل، البابل دي زي السكاترد كده بالظبط اللي فاتت، بس بيبقى عندي كولم تالت اقدر اقارن بيه. يعني ايه؟ يعني مثلا هديكوا اكزامبل كده عشان تقدروا تفهموا. عندي فريقين كورة، وعايزة اشوف، انا عايزة اشوف النقط اللي اتحسبت ليهم في الدوري مثلا، عايزة أشوف النقط اللي اتحسبت ليهم واللي اتحسبت عليهم، في نفس الوقت عايزة أشوف هما كسبوا ولا خسروا بقى، كم مكسب وكم خسارة، في إيه؟ في كل ماتش لعبوه. فهيبقى عندي الأكس أكسس مثلا ده عبارة عن النقط اللي اتحسبت ليهم، والواي أكسس النقط اللي اتحسبت عليهم. في نفس الوقت البابل بقى اللي هي الدايره اللي البابل اللي هحطها ديت تبين هم كسبوا قد ايه. فهقول مثلا ان هم في الماتش الاولاني هم اتحسب عليهم نقطه لكن خدوا نقطتين، فهحط ما بين النقطه وما بين النقطتين كانها 1 to 2 مثلا.
هاجي بقى بدل ما احط نقطة عادية خالص ولا اكس ولا حاجة، هحط بابل زي اللي عندي دي. طب هما كسبوا كام بقى ساعتها؟ كسبوا كام ماتش مثلا؟ كسبوا الماتش ده ولا ما كسبوش؟ او مثلا لو كانت دوري مثلا بالسنين، يعني في السنين مثلا اول دوري انا هم خدوا 10 نقط واتحسب عليهم مثلا 12 وكسبوا 3 ماتشات، فيبقى هحط دايرة صغيرة ب3 ماتشات، الدايرة الأكبر تبقى ب4 مثلا، الدايرة الأكبر تبقى ب5، فبيبقى كأني بقارن 3، أو يعني عايزة أبين للمشاهد أو للي بيشايفني اللي بيشوف الجراف ستوري 3 حاجات مختلفة مع بعض. بعد كده الستوك بقى، ندخل في الستوك تشارتس. الستوك تشارتس دي بتشوف التغيرات، بتبين لي التغيرات اللي موجوده في الستوك برايسز، ده الاساس اللي هو البورصه، في الاسعار بتاعه البورصه. لكن انا اقدر استخدم التغيرات دي زي ما هو قايل، في مثلا في التمبرتشر، ان التمبرتشر مثلا انا اقدر اقول في اليوم دوت الحراره الصغرى 16 والعليا مثلا 25، فبقى تتراوح ما بين الحاجات ديت. او ان انا اشوف الديلي رين فول زي ما هو كاتب كده، ان انا مثلا لو اليوم النهارده ممطر فهتتمطر مثلا مش عارفه كام سنتي ومن كام لكام، او هتروح من وقت امتى لامتى. فانا على حسب اللي انا الديتا اللي انا عايزه اعملها فببينها. فانتوا شايفين، لو شايفين كده في الجراف هتلاقوا هو خط رأسي كده بيبين بداية السعر وآخره، أو بيبين بداية التمبريتشر وآخرها، وفي نقطة كمان في النص، النقطة دي بتبين بقى الحاجة اللي وصلت لها. يعني اللي مكتوب هنا مكتوب إيه؟ هاي لو وكلوز، يعني أعلى سعر وصلت له البورصة قد إيه، أو الحاجة ديت قد إيه، وأقل سعر وصلت له إيه، وهي قفلت على كام، يعني قفلت على كام، يعني اتباعت على كام او اتعملت على كام. اقدر اعمل الكلام دوت بوقت في لو بالنسبه للتمبريتشر مثلا، وقت في اليوم مثلا الساعه 12، دي الساعه 12 هتبقى درجه الحراره مثلا 25، في حين ان الصغرى 16 والكبرى مثلا كانت 26. في بقى حاجه اسمها open high low close، دي فتحت على ايه، يعني هي السعر فتح على ايه وقفل على ايه، واعلى سعر وصل له ايه واقل سعر وصل له ايه. فعشان كده شايفين ان هي تقريبا عاملة زي مربع، ان هي او يعني 4 اضلاع يعني مستطيل. على الشمال الخط الضلع اللي على الشمال ده اللي فتح عنده، الضلع اللي على اليمين هو اللي قفل عنده، الضلع اللي تحت هو أقل سعر وصلت له، الضلع اللي فوق هو أعلى سعر وصلت له. بشكل مختصر يعني، في طبعا في حاجة 3D surface، وده برضو نفس الداتا ممكن أقدر أعملها بكل الحاجات ديت. في شكل تاني لل 3D surface بيبين بقى إيه ممكن أعمله بألوان، بحيث إن هو يبين لي ليفلز معينة من حاجات معينة أنا محتاجة أبينها. في كونتور ماب، الكونتور ماب دي بقى حاجات بقى يمكن حاجات مدني شوية ممكن يستخدموا الكونتور ماب دي، وحاجات الناس اللي حاجات اللي بيشتغلوا في الجغرافيا والخرائط وكلها بيستخدموا الحاجات دي، بتبقى مناسبة جدا ليهم. في حاجة اسمها رادار ويز ماركرز. رادار يعني ايه؟ رادار يعني بطلع من نقطة معينة واطلع لايه، للرقم او الديتا بتاعتي. هنشوف اكزامبل تاني، يعني اكزامبل صريح شويه في الاكزامبلز اللي هنقولها عن الموضوع دوت. وكلمه ماركر زي ما قلنا ان انا بوصل النقط ببعض، يعني انا عندي نقطه الديتا موجوده لكن بوصل النقط ببعض بالماركرز او باللاينز. يعني في التشارتس الجديده اللي قلنا اللي هي من اول 2016 بدات تبقى موجوده في السبريد شيت، الخرائط المابس بقت موجودة. حاجة اسمها تري ماب، التري ماب بتعمل هيريكرال فيو. هيريكرال فيو يعني زي ما قلنا حاجات مترتبة على بعض أو حاجات فيها ليفلز. و فمثلا هو في الاكزامبل ده يعني الجزء الأحمر هو بيتكلم عن اللانش،
فبيقول ان هو ده اللانش، في تحتي في سلطه وفي سندوتشات، بعد كده في باي، في اللي هي فطيره يعني، وبعد كده في شوربه، بعد كده في بعد ما اخلص ده في شاي وفي قهوه، ففي ايه اللي هو المين كورس او يعني ابيتايزر، وبعد كده المين كورس، وبعد كده مثلا الدرينك، اي يعني بيقسمها ليفلز، ليفلز اوقات بقى، ليفلز شغل يعني، حد زي ما احنا قلنا في تري، في شجره كده زي شجره العيله مثلا. في حاجه تانية اسمها السان بيرست، برضو دي بتستخدم للهيريكلر، الهيريكلر اللي هو انا برضو عندي ليفلز، ببدا بحاجه والحاجات دي بتتشعب لحاجه تانية، الحاجات التالتة دي بتتشعب لحاجه بعديها وهكذا، بيبقى في ليفلز كده، وبتبقى مفيده قوي لو انا الجدول بتاعي فيه حاجات فاضيه. يعني لو انا شايفين الجدول اللي مكتوب ان عندي في الفيرست كوارتر مثلا عندي جانوري وفبروري، وما عنديش وفبروري ده فيه ويك 1 وويك 2 ويك 3 ويك 4، وبعد كده متقسمين بأرقام، يعني عندي أربع كولومز، فأنا هعمل إيه؟ هكتب الفيرست كوارتر، هقسمه لجانوري فبروري ومارش، بس فبروري هيتقسم لأربع أسابيع بس، لكن الباقيين جانوري ومارش مش متقسمين 4 أسابيع، فده هيبان أكتر. يعني لو أنا عملت ده في جراف بتبقى كله هيتعمل في جراف، أي ديتا تقدر تتعمل في أي نوع جراف من اللي عندنا، بس بتبان بقى في الفيجوال. يعني انا لما اجي اشوف الحاجه هفهم على طول ولا في حاجات مش هفهمها، فلما بيبقى في الجدول نقط فاضيه او اماكن ما فيهاش اصلا ديتا او مش محتاجه، بتبقى السامبرز بالنسبه لها مفيده. في حاجه اسمها الهيستوجرام، الهيستوجرام ده بيبين الفريكوانسي بقى، يعني الفريكوانسي اللي موجوده، بيبقى كل كولم من الموجودين دي اللي اسمه بن، وبيبين لي الفريكوينسي بتاعت الحاجه، يعني حاجه بتتكرر قد ايه. في حاجه اسمها البوكس اند ويسكر، البوكس اند ويسكر ديت طريقه معينه كده بياخدوها حتى في يعني في بعض المناهج الرياضيات، يعني بياخدوها بيدرسوها في الرياضه بتاعتهم في الماث، يعني هي بتبين ديستريبيوشن معين، التقسيمه بتاعت الحاجه، بيبقى عندي سنترال فاليو، في فاليو في النص، والفاريبيليتي بتاعته بيقدر يتغير من فين لفين، شبه شويه الستوك زي ما قلنا، بس دي عام شويه. فالبوكس بتاعي، البوكس الابر اند لور كوارتايلز، يعني كوارتايلز اللي هم يعني هقول لكم ايه الجزء الايه كوارتايل اللي هو جاي من كوارتر، يعني بتتقسم لأربع، يعني الديتا عنده بيحاول يقسمها لأربع أقسام، في الأبر وفي اللور وفي السنترال فاليو، النقطة اللي في النص، بتبقى ليها طريقة حساب كده، مش يعني احنا مش عايزين ندخل فيها، بس احنا بفهمكم بس الشكل عامل ازاي. فده الديتا بتاعتي، دي التقسيمة بتاعت الجزء ده، الانجليش مثلا هو عنده الانجليش والفيزيكس والمقاف، يعني دي التقسيمة بتاعت الايه الدرجات مثلا، في ناس هتخش في الجزء البرسنتج العالية، في ناس هتخش في البرسنتج الواطية، وفي ناس هتبقى في النص. طب افرض حد بقى جاب رقم كبير خالص في أي حاجة بره البوكسات ديت، بتبقى معناها ان هو بره الرينج بتاعي خالص، وانا محتاجة ساعتها ابص بقى على الناس دي، يعني لو معظم الناس جايبين درجات في الرينجات بتاعتي، ولقيت واحد جايب رقم غريب جدا، جايب زيرو، جايب واحد، جايب رقم غريب قوي، او جايب 100 من 100 مثلا، وما فيش انا عندي 100، يبقى في انا عندي حاجه معينه محتاجه ابص عليها، ده بالنسبه للدرجات او بالنسبه لاي حاجه ثانيه. في حاجه اسمها الووتر فول، الووتر فول شارت ديت بتبقى بيستخدموها اكتر في الفلوس برضو، عشان بتبين اول الانيشال فاليو بتاعتي ايه، انا كان معايا فلوس قد ايه مثلا، ونزلت قد ايه او عليت قد ايه، ف بتبقى بالنيجاتيف او بالبوزيتيف، وبرده هنشوف يعني اكزامبل ليها. حاجه اسمها الفانل، الفانل تشارتس دي بتشوف الفاليوز بتاعت حاجه معينه
ستيجز بتاع بروسيس معين. يعني انا اول ما بدات كانت مثلا انا عندي مثلا فلوس 500، بعد ما صرفت شويه بقت مثلا 300، بعد شويه بقت 100، بعد كده وصلت للكلوست سيل او قفلت المشروع مثلا على 90 مثلا. يعني في حاجه اسمها كلاستر كولوم لاين، هي بتبقى انا عندي بقدر اقارن حاجتين ببعض. يعني انا بيبقى عندي الاكس اكسس، عندي 2 اكس اكسس، واحد على اليمين واحد على الشمال، لكن الواي اكسس سوري الواي اكسس واحد على اليمين واحد على الشمال، والاكس اكسس تحت بيتعامل معاهم. هتلاقوا هنا مثلا في الجراف ده هو عنده شهور تحت، والازرق recent home sales والهوم سولد، يعني الـ 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 البيوت اللي اتباعت مؤخرا، في حين ان اللي هو لونه اورنج دوت بيبين السعر. فانا عايزه اشوف في نفس الوقت في الشهر يناير اتباع كام واحده وسعرهم كان كام، او الافريج بتاعهم كام. طبعا فمثلا في يناير هبص الاقي ان اتباع منهم تقريبا فوق 250، وسعرهم كان ابص بقى على الاكس الواي اكسس اللي على اليمين، فسعرهم كان تقريبا 410. فدي عشان تبين ثلاثه كولمز او ثلاثه ديتا مرتبطين ببعض. طيب ده الشكل. لو تفتكروا في الاول احنا قلنا احنا بختار الجراف على اساس ايه، انا محتاجه اشوف هو هول وبارت، ولا اعمل كومباريزون بسيطة، ولا comparison كذا comparison، ولا statistics، ولا frequency، ولا hierarchy، ولا geographical locations، ولا كل الحاجات دي. فدي مقارنة، أو يعني مش مقارنة سوري، ده بيوضح لي أنا إيه اللي بقدر أستخدمه لإيه. يعني مثلا ال whole and parts أقدر أستخدم فيها ال stacked charts، وأقدر أستخدم فيها ال pie وال donut وال stock وال bubble وال area. السيمبل كومباريزن بيبقى اسهل لي ان انا اعمل الكولوم والبار وبس. انتوا يعني هتبصوا على بتاع ديت، وعايزه اوريكم بقى الجراف اللي بعد كده وتشوفوا انهي كان بالنسبه لكم احسن. يعني انتوا هنا عليكم رخبطت شويه، تعالوا بقى نشوف دوت. بيتهيالي ده كده باين اكتر كتير قوي، ان اللي في النص الديتا اللي في النص سوري اللي هي الدونت اللي في النص، عندي simple comparison، عندي frequencies، multiple comparison، relationships أو relations عموما، trends، hierarchy، whole and its parts. فالwhole and its parts فبيبقى الstack والcolumn، stack والbar، الpie والdonut. simple comparison فيها الcolumn والbar والradar، الfrequencies فيها الcolumn والbar والhistogram، multiple comparison فيها الstack columns والبار واللاين والاكس واي سكاتر بابل والريدر والكومبو. فده باين لك يعني احنا فعلا بناخد المعلومه وفي نفس الوقت بنطبقها بقى اهو. فهنا باين لنا انا عينيا شافت الموضوع وفهمته اسرع من الجدول. طيب دول برضو انواع التشارتس كلها، وفي كام سب تايتل بقى سب تشارت تحتيه. يعني في الكولم انا عندي 7 انواع من الكولم، اللاين 7، الاكس واي والاكس واي سكاتر بابل 7، كلهم ليهم سب تشارتس ما عدا اللي عليهم دايره، دول الماب والتري ماب والسام بيرست والووتر فول والفانل والبوكس اند ويسكر، دول ما عندهمش سب تشارتس، هي شكل واحد بس، شكل واحد هو اللي بختاره وهو اللي بيطلع لي الداتا. طيب خلصنا كده دول، هنروح بقى نشوف الاكزامبلز. دكتور معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هي ايه السب شارج شارت دي معلش عشان دخلت في بعض؟ بيبقى الشكل، يعني انا كده هرسم كولم بس شكله عامل ازاي؟ يا ترى بقى الكولم 2 جنب بعض ولا هعملهم فوق بعض؟ تمام، شكرا للدكتور. ده مثلا الكولم شارت، هو الداتا بتاعتي ان الريجن اللي عندي ساوث امريكا، نورث امريكا، افريكا، يوروب، وايشيا، الخمس قارات بتوعي، وبعد كده الكابيتال بتاعهم، الفلوس الزياده ايا كان الرقم ده ايه، يعني
شورت عادية خالص ما فيهاش أي حاجة، دي الكولوم شورت ما فيهوش أي حاجة. ساوث أفريقيا الرقم بتاعها 23103، حطيت عند 23103 عملت كولوم يعني. بيشوف شوز فاريشن اوفر بيريد اوف تايم اول illustrates كومباريزنز among items، يعني انا بقارن حاجات ببعض او بشوف فاريشن حاجه بتتغير مع التايم. ممكن اعمل ان انا اعملها horizontally و vertically، دي بقى السب شورت. يعني انا عندي كولوم شورت يا اما هعملهم vertical او horizontal، وhorizontal جنب بعض ولا فوق بعض، vertical سوري جنب بعض ولا فوق بعض. لما بعمل 3D، لما بعمله كولوم 3D ساعات بيبقى فيه كولوم 3D برضه، ده بيعمل لي بيقارن لي الداتا ما بين تو اكسيز. يعني انا عندي اكس واي وزد، لو عملتها 3 بقت اكس واي وزد. طيب في الستاكت والكلاسترد كول، الكلاسترد كولوم وفي الستاكت كولوم. الكلاسترد اللي هو متفرق، اللي هو الناحية اللي على اليمين محطوطين جنب بعض، لكن الستاك اللي هما بعمل ستاك يعني بعمل بحط فوق بعضه، بحط فوق بعض. فأنا عندي في السنة 93 94 95 96 السيلز بتاعتي كانت ليها أرقام، لكن البروفيت ليها أرقام، أنا بعت بكذا وكسبت بكذا وكسبت كذا. فعملت السيلز هي الأحمر والبروفيت هو 11 سوري الاصفر. ففي سنه 93 كان عندي 24، بعت 24 حاجه وكسبت 11 المكسب 11. ينفع احطهم فوق بعض او ينفع احطهم جنب بعض؟ في الاثنين بيبين لي الفرق ما بين الكومباريزن ما بين السنين كلها. في حاجه اسمها سيريز فيرسس كاتيجوريز، شوف كده عاملاها ازاي. انا بعمل ايه؟ في عندي اسماء الحاجات بتاعتي مسكة نيم، يعني ده هنقول مثلا حاجة زي الايه، زي الغيط مثلا يعني، او يعني الحاجة اللي باخد منها المزروعات بتاعتي. فانا عندي ويت وعندي برسيم وعندي بين، عندي فول وبرسيم وقمح. في الوينتر اللي هي المزرعة مثلا نمرة واحد بتطلع لي 12 من القمح و54 من البرسيم و6 من البينز من الفول. طب دي ارسمها ازاي؟ يا اما بالسيريز يا اما بالكاتيجوريز. السيريز اللي هي الحاجات اللي طالعه من عندي، اللي هي المزرعه المزارع يعني، مزرعه 1 2 3 لحد 6 ابدا احطها ستاكت فوق بعضها. احط هو الويت هو اللي بالموف، وبعد كده بالاحمر ده البرسيم، وبعد كده الاصفر هو الفول. في حين ان انا ممكن ارسمها بالشكل الثاني، لا انا هعملهم بالعكس، اخلي الويت والبرسيم والبين اللي هي كاتيجوريز. انا بقى عندي الويت عمل ايه؟ كان 12 من مزرعه واحد، وكان 43 من مزرعه 2، و23 من مزرعه 3، وهكذا بيبقوا فوق بعض. دي بينت لي شكل معين او ادتني انطباع معين، ودي بينت لي انطباع تاني. انا هنا عايزه اعرف مين فيهم اللي كان اكتر، يعني بالنسبه للويت والبرسيم والبين مين اكتر حاجه طلعت منهم؟ البرسيم. لكن في حين هنا الناحيه الثانيه بقدر اشوف ان المزرعه 2 هي اللي طلعت اكتر انتاج. فهمتوا؟ في بقى 3D effect وفي حاجة اسمها 3D. ال 3D effect يعني شوفوا بقى، أنا دلوقتي عندي في سنة 1950 لحد 2050، وفي ال present يعني في ال developing وفي ال developed. في حاجة فعلا بين شغالة دلوقتي، وفي حاجات حصل لها development. ده في بالنسبة لل life عموما يعني. فالاثنين بيدوني شكل ايحاء ال 3D، يعني الاثنين شكلهم 3D بالنسبه لي. بس هل في فرق؟ في فرق. اللي على الشمال احنا بنقول
عند 1950 الديفلوبينج كان 40 لكن الديفلوب 66. فهو الناحية اللي على الشمال حطهم لي الاثنين جنب بعض وبين لي الفرق ما بينهم. ده اللي بيديني بس شكل ال 3D effect، بيديني الإفكت بتاع 3D بس. لكن الناحية اللي على اليمين هو ده ال 3D، باين ان هما باين ان هو 3D. فهو كديتا هو مش باين حاجة، لكن هو كشكل للعين بس، مش اكتر. الاثنين معمولين بنفس الشكل، معمولين بنفس الارقام، معمولين حتى بنفس الجرافس، يعني مش مختلف مثلا زي اللي فاتت. هي بس مش اكتر اختيار الفيجوال بتاعي. البار شارت، البار شارت ده برضو يعني من الحاجات السهله جدا، ان هو انا عندي البوبوليشن او الكثافه السكانيه بتاعه لا سوري ده مش كثافه سكانيه، ده الناس اللي بتتكلم اللغات ديت. فالتشاينيز او الماندرين بالذات، اللغه الماندرين بتاعه الصيني بيتكلمها مثلا 885، الهندي 182، الالماني 98، 98 مليون واحد بيتكلموا اللغه ديت. فبرضه دي بتبقى باينه جدا للعين بالشكل ده. The bar chart shows individual figures at a specific time or illustrates comparisons among items. فده مش بيقيس تغير، ده بيقيس رقم محدد في وقت معين، ويعمل مقارنات ما بين حاجات. برضو يقدر اعمله vertical، يقدر اعمله horizontal. ولو عملت stack bars يعني حطيتهم على بعض، بيبين العلاقة ما بين الايتمز وبعضها. دي الستاك بورس. هنا مثلا بيقول لك الكونتري انا، وفي شويه ايتمز كده عايز يبينهم. فالسعوديه مثلا 705 من الايتم الاولاني، 142 من الايتم الثاني، 23 من الثالث، وهكذا. فكده دي ستاك بورس زي الثاني بالظبط، زي الكولوم تشارت، بس هي البار بتبقى مقارنة الـ items بتاعتي بأرقام، يعني رقم برقم لكن مش فاريش. هي دي الرقم اللي فات دوت، يعني الجدول اللي فات دوت كان desalination بتاع المية. ففي vapor compression, reverse osmosis, electrodialysis, multi-effect distillation، عشان بس تبقوا فاهمين الدنيا والأرقام دي كانت بتتكلم عن ايه. اللاين شارت عندي الاكزامبل ده مثلا السنه ومعاها البوبوليشن بتاعتها كام، نقط مختلفه، وبوصلهم باللاينز من غير اي حاجه خالص. شو ترندز ان داتا اوفر ا بيريد اوف تايم ات ايفن انترفلز. اهم حاجه في اللاين شارت انها ايفن انترفلز، يعني الانترفلز قد بعض 0 1 2. يعني هنا مثلا الانترفل هنا 10 سنين، وكل 10 سنين لازم يكون الاكس اكسس بتاعي موجود كده. Emphasizes the rate of change over time. فبيبين لي التغيير عبر الوقت قد ايه. Considers X values as labels. ال X values دول هما labels بتاعتي، هي الحاجات بتاعتي الأساسية، يعني 1950-1960 هي دي الأساسية، والأرقام بتاعتي أو الداتا بتاعتي بتبقى على ال Y axis. الاسكاتر شورت زي ما قلنا نقط متفرقة خالص، وبعدين في النص بقدر اخد الافريج ما بينهم كام. Shows two groups of numbers as one series of x y coordinates. انا عندي x y coordinates وبرسمها، وبعد كده shows the relationship among numbers in several data series. انا ممكن عندي كذا series من الداتا، وعايز اشوف العلاقات ما بينهم ايه. دي ممكن تبقى uneven intervals of data، يعني هنا عندي الداتا هنا 200، لكن مش مشكلة خالص ان انا لو كنت غيرتهم. Commonly used for scientific data، يعني دي اكتر حاجة احنا ممكن نكون بنستخدمها في شغلنا عموما، يعني scientific عموما. الباي chart
زي ما احنا شايفين عندي برودكت مثلا A و B C وعندي البرايس بتاعه كذا. جونز وسميث وبيكر دي شركات مثلا كل واحد خد قد ايه من كل واحد فيهم، اقدر ارسمها كده. او اخدها بال ABC يعني ممكن بالبرايس وممكن بال ABC يعني بقارن ما بين انهي وانهي. Show the relationship or proportions of parts to a whole. يعني انا عندي whole زي اول حاجة احنا قلنا احنا بنقول whole والparts بتاعتها بقارنهم ببعض. يعني انا عندي مثلا الطلبة 100 فانا مقارن الطلبة دول 100 دول ببعض، فانا هم الماكسيمم بتاعهم 100، يبقى مثلا 50 مثلا جابوا كذا و 40 جابوا كذا و 10 جابوا كذا. Always contains one data series. أنا عندي هي داتا واحدة بس اللي بتكلم عليها. الدونت شارتس دي مثلا التخصصات architectural, civil, chemistry, agriculture, electrical, mechanical و textile. وال PhD اللي موجودة قد إيه والماسترز اللي موجود فيهم قد إيه. فالدونت اللي جوه هتبين لي ال PhD والدونت اللي بره تبين لي الماسترز، وكل يعني سبيشاليتي موجوده بلون. فمثلا ان هبص الاقي ان في ثلاثه جوه في الدونت اللي جوه، ثلاثه لونهم الاورنج دوت، فيبقى دول ثلاثه ميكانيكال. اثنين لونهم اللي هو الموف الغامق دوت الكتريكال، وخلاص فعلا كده من عيني عرفت على طول غير الجدول واحسن من الجدول. يعني displays data in rings اللي هي الرينجز الموجوده، where each ring represents a data series. يعني شوفوا احنا كان عندنا PhD وماستر والاثنين عايز اقارن اوصفهم للتخصصات، فيبقى في كل دايره في حاجه. الماستر كانت دايره والPhD كانت الدايره اللي بعديها. compares two pie charts. يعني انا عندي two pie charts اقدر اوصفهم الاثنين جوه الدونت. الريدر شارت دي زي ما قلنا، انا مثلا هنا عندي ثلاثة students وعنده درجاته في درجاتهم يعني في المواد المختلفة. فدي بتبقى زي ان انا عندي الستودنت A هعمله بالازرق مثلا والستودنت B هعمله بالاحمر. فمثلا ستودنت A جاب في الماث 30، فبصوا ان عندي ايه 1 2 3 4 5 خمس مواد. لو انا عايز اعمل الخمس مواد فهتبقى على الناحيه اللي هو الجراف اللي على اليمين، فبيبقى عندي نقطه زيرو في النص وكاني طالع منها اكسيس كتير قوي عامله زي الشمس كده بتطلع منها لكل سيريز عندي اعمل لها واحده واعمل عليها الجريدنج بتاعي عادي. ففي الماث مثلا ستودنت A دوت جايب 30، في الساينس هبص الاقي جايب 29 22 اعملهم واوصل كل ستودنت الحاجات ببعض. طيب ستودنت A متوصل درجاته ببعض، ستودنت B متوصل درجاته ببعض. دي بتبين لي ايه بقى؟ بتبين لي حاجتين. بتبين لي انا في الماده ديت الرينج كام من كام لكام. يعني انا مثلا في الماده بتاعت الماث ديت لو كنا زودنا التاني او 39 ده، فيبقى انا عيني هتجيب ان هو من 25 ل 39، واعرف بقى كل واحد جاب كام. يعني بتبين لي حاجتين في نفس الوقت. Each category has its own value axis radiating from the center point. يعني كل كاتيجوري موجودة أنا عايزة أبين عليها. يعني لو عندي كان عنده مثلا في المواد عندكم 16 مادة هتلاقيه طالع فيه 16 axis. Lines connect all the values in the same series. يبقى كل الحاجات بتاعت student 1 هي اللي هوصلها ببعض، مش هوصل الاكسس. الاكسس خلاص معروفة. في بقى الستوك شارت زي ما قلنا دي بتاعه البورصه. البارامتر مثلا انا عندي بارامتر 1 و 2 و 3 لحد 5، المينيمم بتاعه كان 5 والماكسيمم بتاعه كان 20، لكن الفاليو كانت 15 بالنسبه للبارامتر 1. ف
فانا هعمل من 5 ل 15 ل 20، لكن الشرطه اللي بالعرض دي هي الفاليو اللي وصلت لها. Stock chart is most often used to illustrate the fluctuation of stock prices. يعني التغير بتاع أسعار البورصة. However, this chart may also be used for scientific data to indicate the fluctuation of daily temperatures. زي ما قلنا قبل كده. You should arrange your data with high, low, close. Entered as column headings in that order. فأنا لما أجي أرسم هعملها كده. Column اسمه high, column اسمه low, column اسمه close. أعلى حاجة إيه؟ أقل حاجة إيه؟ وقفلت على إيه؟ أو الديتا بتاعتي إيه؟ الأريا تشارت. الأريا تشارت هنا مثلاً أنا عندي سنين وعايز أشوف الأجريكالتشر والإندستري والسيرفيسز الموجودة في الإيه في ألمانيا. ده كان في موجودة في ألمانيا. الإيكونوميك سيكتورز بتاعت ألمانيا. فهي emphasizes the magnitude of change. يعني هو بتتغير كل قد ايه يعني، وبتشوف الريليشنشيب بتاعه to a whole displaying the sum of plotted values. يعني انا عندي المكان كله عباره عن ايه، يعني انا المانيا كلها فيها الثلاث حاجات دول، سنه مثلا 1882 لحد 1989، عايزين يشوفوا التغير على مدى السنين دي ايه. فبالاريا كده انا بحس اشوف، بشوف الدنيا بتبقى ماشيه عامله ازاي، اتغيرت ازاي بالاريا غير اللاين، بتبان اكتر. ده 3D surface finds optimum combinations between two sets of data. انا عندي 2 داتا اللي هو انا بالظبط زي x y وz، فانا عندي بقارن 2 داتا بحاجه معينه. With colors and patterns indicate areas at the same value as for contour maps. زي contour maps. أنا الأحمر مثلا دول كلهم عندهم نفس ال value. مثلا لو الرسمة هنا كل الأصفر ده عنده نفس ال value. بس هي عشان 3D فبتبان إن هي كميات حاجات مختلفة. لكن هي عشان هو نفس ال value بالظبط. ودي contour map. الشارتس الجديدة بقى الماب بتبقى الرسم بيطلع لك الماب الخريطة الأساسية ومتقسمة بلاد، وفي كل بلد بقى أنا بشوف هي بالألوان بقى. يعني مثلا ممكن هنا ده بتطلع قد إيه مية في النيل، يعني بيودي قد ايه او بيغذي قد ايه في كل بلد. السامبرست زي ما شفنا اصلا في الاكزامبل بتاعنا او في المحاضره اللي في اخر السلايدز اللي قبل كده، ان ده بيبين لي ان انا مثلا هنا السيفل في تحتيهم الاقسام بتاعتهم structure و public works و irrigation. الالكتريكال في الكتريكال باور وكمبيوتر كوميونيكيشن، دي الاقسام بتاعتي. النمبر اوف ستاف اقدر بقى اكتبها بعد كده، يعني في ايه في خطوه في اللي بعديها، ان انا عندي الاستراكشرز دي اتعملت مش يعني ممكن ما اكتبش الرقم في حين ان انا شايفه انه الاستراكشرز مثلا اللي هي في السيفل اكبر من البابليك كورس، اكبر من الاريجيشن. الاريجيشن اقل قسم. مثلا في ال الالكتريك باور سوري في الالكتريكال هتلاقوا الباور اكبر سنه من كمبيوتر كوميونيكيشن قد بعض. في الميكانيكال برودكشن اكتر الستاف اللي فيهم. يعني الفري ماب نفس الفكره اللي هناك، بس اتعملت بالفكره التري ماب. انا كل قسم خد لون واتقسم على حسب بقى الاستراكشر، زي ما السيفل بقى اهي استراكشرز اكتر واحده، والإيريجيشن أقل حاجة، لكن البابليك ووركس كانت في النص. برضو في الإلكتريكال الباور إلكتريكال كانت كبيرة، والكمبيوتر كوميونيكيشن قد بعض، وهكذا في الباقيين. ده بقى number of stuff برضو بس معمول بقى بالإيه بالفريكونسي. يعني إيه بالفريكونسي؟ يعني أنا بقول إن من الـ 14 للـ 39 ده الرقم. أنا عندي من 14 ل 39 عضو في ثلاث أقسام، لكن من 39 ل 64 في 7 أقسام، من 64 ل 89 في قسم واحد بس،
من 89 ل 114 مفيش خالص، من 114 ل 139 في قسم واحد. فدي بتبين لي الفريكونسي بتاعت الحاجه، انا قد ايه. مش انا مش عايزه اعرف كل قسم فيه كام، انا عايزه اعرف الاعداد كام، كام قسم فيه في عدد معين من الـ من الاعضاء. الباكس اند ويسكر بقى زي ما قلنا انه الافريج مونثلي تمبريتشر. انا دلوقتي اسمها ايه دي، مصر والسودان واثيوبيا. فمصر كانت عندها 18، هي دي الاساسي، لكن هي بتعلى من كام لكام؟ من 15 لحد 26. نفس في نفس الشهر التمبريتشر كلها كانت من 15 ل 26، لكن مصر كانت 18 في حين السودان كانت 26 واثيوبيا 15. تمام، فالبوكس دوت بيبين لي الثلاثة في نفس الوقت. لو جينا اللي بعده تقريبا، والاخضر ده مثلا، الاحمر ده كان ايه؟ يعني الازرق، العلامة الزرقاء دي بتاعت اول خط. اعلى حاجة كانت 18 اللي هي مصر، السودان بالاكس اللي هي 26، والخط التاني اثيوبيا، سوري الاكس دي لاثيوبيا، والخط اللي فوق السودان. هي اعلى حاجة كانت السودان ساعتها، اقل حاجة كانت اثيوبيا، وفي النص مصر. الحاجات التانية بنفس الشكل بقى. الفونل بقى ده الفونل ده بيقول ان في كام كيلو وات اور. معلش هستأذنكم بس ثانية واحدة. الفانل عبارة عن ايه؟ بيقول لي ان في الاستهلاك بالكيلو وات اور قد ايه، وقصاده الفلوس بتبقى قد ايه، شرايح الكهرباء يعني. فبيقول ان هو من 0 ل 50 كيلو وات اور بتتحسب ب30 قرش على الكيلو وات اور، من 51 ل 100 بتتحسب ب40، بنوصل لحد ان من اكتر من 1000 بتتحسب ب145. فهو عملها ازاي فانل؟ اللي هي فانل عامله زي القمع، القمع اللي بيبقى كبير من فوق وصغير من تحت. فانا دايما اكبر رقم هو اللي هيتحط فوق، واصغر رقم هو اللي هيتحط تحت. فهي بدات من اكبر من 1000 كانت ب 145، من 651 ل 1000 كانت ب 140، توصل خالص لحد من 0 ل 50 كيلو وات اور هتحاسب ب 30 قرش للكيلو وات اور. ممكن الونهم والونهم، او كانت الاورنج ار برايسز فور كونسامشن من 101 ل 1000، اللي هو واخد من 101 ل 1000. لو انا عايزه احدد حاجه معينه في النص فبلونها بلون مختلف في الفانل ده. الووتر فول زي ما قلنا، الووتر فول ده فيه زياده، انت عايز تبين الحاجه دي فيها زياده ولا نقص، يعني كانت بالبلس ولا كانت بالماينس بمعنى اصح يعني. الاحمر ده اللي بالناقص، والازرق اللي بالزياده، فبوزيتيف ونيجاتيف يعني. فلو ما هنقول كده مثلا ان المانث اول حاجه بدا فيها الستارت كان 6000،
كلهم كان الستارت بتاعهم 6000، الجانوري كان بقى 2000، فراح هو ايه حصل له من 2000، كان 2000 وراح لل 6000 الستارت، سوري الستارت كان 6000، اهو باين لنا الستارت بتاعنا كان 6000، في جانوري بقى كان ايه بقى 2000، زاد 2000 يعني من 6000 زاد بقى 2000 فيبقى 8000. بينت الزيادة ان هو من 6000 ل 2000، وعملتها بالازرق علشان خاطر هي كانت تبان ان هي زيادة، ان هو من تحت لفوق مش من فوق لتحت. طيب جه فبراير نزل كام؟ 9000 من سوري، اللي كانت التانية دي كانت 60000 و20000. فبراير نزل 9000 من كام؟ من 8000 اللي هو من 80000 اللي هو وصلها، فراح نازل تحت بالأحمر، نزل من 80000 بجزء شوية. خدوا بالكم إن بداية كل نقطة هي نهاية النقطة اللي قبليها، يعني أنا مش ببدأ من الزيرو كل مرة، لا أنا كان الأول البداية بتاعتي كانت 60000، زدت في يناير 20000، فروحت بقيت 80000، نقصت 9000، وبعد كده زدت 13، وبعد كده نقصت 8، وبعد كده نقصت تاني 7، وبعد كده زدت 8، نقصت 10، زدت 10، نقصت 20، نقصت 12، وبعد كده زدت 9 و8 و6. هاجي في الآخر خالص أبص ألاقي بقى إيه، لو حسبتهم دول كالكليتر هتبص هتلاقي إنه في الآخر خالص وصل تقريبا ما بين 70 و80 ألف، يعني قرب 80 ألف كمان بزيادة. تمام. الكومبو بقى ان انا ممكن ارسم الحاجتين زي ما قلنا، ارسم حاجتين مع بعض، واي اكسس على اليمين وواي اكسس على الشمال، وبقارنهم بايه، برقم يعني تحت بيبقى ارقام عاديه. فانا عندي مثلا ده الرين، الرين تم بقارن بالرين المين رين نفسه والتمبرتشر، يعني كم ملي متر المطر ودرجة الحرارة قصادها كام. فمثلا عند الساعة 1، الساعة الأولى مثلا الساعة 1 كان عندي الرين 1.65 ملي متر، في حين ان التمبرتشر كانت 17.1. فالبار تشارت اللي هو الأزرق هيبين لي الرين، في حين ان التمبرتشر هتبان لي بال الشارت او الجراف اللي لونه اورنج دوت ناحيه اليمين. فهبص مثلا عند نمره 7 الساعه 7، 1 2 3 4 5 6 7 كانت 381 ملم ناحيه 381، ودرجه الحراره كانت 18.8، فهبص تلاقي ان هي عند 18.8. تمام. وبكده خلصنا. لو في حد عنده اي سؤال يتفضل. حد عنده سؤال يا جماعة؟ مش منسين. لا شكرا يا دكتور. فيش اي سؤال؟ تمام يا دكتور. امتحان الميدترم اللي هو اللي كان متأجل لهم، يعني هيكون امتى وهيكون لحد المحاضرة كام؟ هيكون زي برضو التانيين لحد المحاضرة الرابعة، بس امتى لسه ما حددناش. طب معلش سؤال تاني، يعني احتمال مثلا يكون الاسبوع الجاي؟ لا ما اعتقدش ان الاسبوع الجاي، يعني بصي مش قادرة أقول لك قوي، لأن إحنا لسه يعني لسه ما اتفقناش الدكاترة كلهم، ومحتاجين نشوف ميعاد، بس هنبلغكم قبليها بفترة يعني تسمح لكم المذاكرة يعني لو. تمام شكرا. دكتور معلش، هي السلايدز موجودة فين؟ هتترفع لكم على LMS إن شاء الله. تمام شكرا. حاجة تانية مش منسين ولا نقفل على كده؟
لو في اي سؤال ممكن تبعتولي على التيمز ان شاء الله ارد عليكم. معلش الفتره اللي فاتت بس كان